يتكلم بعفوية وبكل حرية. اليوم صوتك مسموع. صراحة كاينة في مغربكم كاينة في عند ناس آخرين، زعما شي حاجة اللي ماشي متعلقة غير بالمغاربة كمغاربة. كيف هي مفهوم خطأ وتعامل خطأ، ولكن موجود وكنعملوه وكنتعاملوا معاه. احنا نركزوا على المظهر أكثر من العمق الداخلي. باش تعرف العمق صعيب، لما يكون خصك تقرب الانسان وتسالوه، هذه باش تعرف العمق ديالو. كنركزوا بزاف على المظهر الخارجي. بصح كاين واحد كيقيد حسب المظهر ديالك، كيعرفوا شكون سينا شكون حسب شنو لابسه. لا كاينين حسب شنو لابسه شنو بصح. خلينا واحد عيط تعرف معاك عادي، ماشي ضروري يشوف شنو لابسه، تقدر عادي. اي الله كتشوفك تقول هذا انسان مزيان واعظ لابس مزيان انيق يعني، ولا اللي مشيتي تتناقش معاه كاين هناك ما الواقع ديالو يوحي بهذا الشيء، ولكن ان فوا كتمشي كتناقش معاه كتقول اها. لا انا مختلف نظر يا بدختي، انا كنلبس راسي ما كنلبسش واحد اخر، فهمتي؟ اذا لبس واحد اخر ما بقى في الدار ديال الحسين. كاين شي بعض الشباب اللي هما عاملين شي حالات في راسهم، وكاين شي بعض البنات عاملين شي حالات، هذاك الشيء كيبقى الراي حاله شخصيه ديال الواحد. كاين اللبس على حسب اللي قرينا حنايا في المدارس، كنا كنحترموا ما بين اللبس ديال الصباح واللبس ديال الظهر واللبس ديال الليل. اليوم الناس ما كيعرفوش يلبسوا، غير كيدبزوا ويزيدوا. المغرب الجلابه ساويه الثمن، اللي كيعرف القيمه ديالها كتخو بها واحد الحوت وبنطوفله، وهذيك حنا ما كيعجبناش. حنا ما كيعجبناش اصلا نخرجوا بالبيجامه. الله عطانا الرسم متفارقين، كل واحد وكيفاش كيفكر، يعني كل واحد وكيفاش كيفكر. انا يعني غنكون يعني الراي ديالي حتى نتعرف على الناس، فهمتي؟ عاد نعرف شنو بالقيمه ديالو، شنو عنده في قلبه، شنو عنده في الراس. وكاين عاوتاني كاين اللي خصهم غير المظاهر. الانسان بقى كيهتم بالمظهر اكثر ما كيهتم بالعمق وبالشخصيه الانسان، وهذا هو الواقع الحق. لا الا هربنا منه راه كنكونوا كنكذبوا على بطيتنا.